الو، الو حبيبتي، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. سعيد قلبك حبيبتي، فعلا صدقتي، فعلا كل اناء بينضح بما فيه، دي حقيقه. انا بنتي كانت متجوزه، احنا في خلاف دلوقتي مع زوجها، والخلافات حبيبتي هي ملهاش اي يد فيها خالص، بس مشكلتها ان هي ما ادتش اخواته، عنده ولدين متجوزين ومخلفين يا مدام دعاء، وعينهم من البنت، يعني ايه؟ عينهم من مرات اخوهم. واحد يقول لها سيبك منه وركزي معايا، اخواته؟ والتاني اخواته، يا اخواته يا ساتر مدام دعاء، اخواته. يا ساتر، فانا ايه ده؟ فيلم رعب. ايه ده؟ يعني ايه اخواته يعملوا كده؟ طب هو عارف؟ يا حبيبتي عارف، واول ما تقدم لنا قال لي انا ماليش دعوه باخواتي وماليش دعوه باهلي، بس انا اللي بصرف على ابويا وامي وانا اللي متكفل بكل حاجه. قلت له راجل، ولو مالكش خير في اهلك مالكش خير في بنتي يا ابن الناس، لكن عشان خاطر ربنا تحافظ عليها وتخلي بالك منها، انت ام، كلام اي ام لما بيتقال لجوز بنتها. طبعا. وقلت له انت بالنسبه لي هتبقى اخ واخ لاولادي، والكلام بقى اللي انت عارفه اللي بيتقال ده. مفاجأة مدام دعاء بعد كده ان اخواته اسلوبهم غير محترم مع البنت، بنتي في حالها، وهي يعني هي قاعده في مكان وهم في مكان، مش في بيت عيله، عشان الناس بتقول لك طب تبعد، لا هي بعيد يا حبيبتي. امال هما تمام. بيكلموها يعني ولا بيروحوا لها ولا ايه؟ هو مدرس وعنده سنتر، لما بتنزل له السنتر ده يعني كل فين وفين بيبدا اخوه يحتك بيها، مع العلم كان اخوه في الاول يا مدام دعاء ما كانش معاه شغل نهائي، بس اول ما اتجوز بنتي بقى يتقرب وبدا يتودد، ويقول لا ده لو لف الدنيا مش هيلاقي زيك، دي الجوازات ولا بلاش، دي بقت الناس ولا بلاش. طبعا بقت بنتي خافت وقلقت. طبعا. تمام. قالت لي يا ماما الاسلوب، قلت لها يا ماما ابعدي ومفيش كلام خالص، وحاولي تلفتي نظر جوز، قلت له معلش ايه انا مش هحتك، وخلينا على قد سلام عليكم السلام وانت معايا. وبعدين تمام. اي ولاد طبعا قالوا لامهم، امهم ازاي بقى انت هتاخدي الفرخه بكشك اللي بتصرف علينا، هو انت عايزه يعني تاخديه كده وتبعدي؟ طب انا بعيد عشان بيتي يعمر. حلت البنت ومعاها طفل، رماها هي وابنها، ابنها كان عنده 4 شهور، دلوقتي بدر ابنها عنده 1 سنة و3 شهور، ابوه ما يعرفش عنه حاجه. كل ده ليه؟ عشان ما ادتش ما فتحتش سكه كلام لاخواته، ورفضت اسلوبهم، ورفضت اسلوب مامته اللي عايزه تتدخل في حياتها بكل ما تملك وبكل. هو جوزها او طليقها بيصرف، وهو اللي عنده بقى الشغل، وهو اللي بيصرف، وهو كده صح؟ تمام. بداوا بقى اخته واخوه قاعدين له في السنتر على طول ال 24 ساعه سارقينه وناهبينه. بدات بنتي تلفت نظره وتقول له يعني حاول تنتبه، يعني في مثل قديم دايما كان يقول يعني بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم، نهتم حرام عشان في بيبي جاي، طب هعمل ايه؟ انت عارفه طب وده جوزي ايه عنده علاقته ان هو يعني عنده ابن؟ ده ابنه بقى له 1 سنة و3 شهور بتقولي؟ ما بيسألش عليه ليه؟ يعني ما هو ابنه. الولد دلوقتي عنده 1 سنة و3 شهور، هو رميها بابنها من الولد عنده 4 شهور. مشاكل مشاكل، سيبك منها من اول ما حملت اصلا، سيبك منها، اوعى اخواتك، ركز مع اخواتك، اللي اخواتك عايزينه، اللي اخواتك عايزينه. اخواته الاثنين جابوا عربيات يا مدام دعاء من ورا السنتر، جوزها مديون لطوب الارض، بنتي باعت ذهبها عشان خاطره، ذهبها اللي طالعه بيه من بيت ابوها عشان تساعده، عشان تقف معاه. تمام. هم هي طبعا اتطلقت دلوقتي؟ احنا دلوقتي رافعين طلاق للضرر، وان شاء الله في جلسه عندها باذن هو مش الله، عايز يطلقها وما مش بيسألش عايز عليها؟ يطلقها، عايز يديها حقوقها، ومش عايز يدي نفقه ابنها، ولا عايز يصرف جنيه، عايز يسيبها كده. يا ترضي يا ترضي، دول اخواتي يعني هموتهم؟ تقول له انا ما ينفع، انت بتتكلم ازاي؟ عيب، عيب في حقك ان انت تقول دول اخواتي، انا اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ طب هروح لابويا، ابوك هيعمل ايه؟ طب روح لابوك. راح لابوه، ابوه قال له اوعى اخواتك، ده هي اللي بره واخواتك اللي جوه، اخواتك هم اللي موجودين، ده انا اغضب عليك، اوعى اخواتك. ست المرأة يعني ست طب انا بس ست دي سؤال، معلش معلش، عشان برضو ايه موضوع الاخوات ده برضو مهم، مش مهم. هل هي يعني متضايقه ان هو بيدي لاخواته فلوس؟ اصل هو خالص يدي والله ابدا خالص،
بنتي ده باعت ذهب باباها اللي طالعه بيه يا مدام دعاء من بيت ابوها عشان خاطره، عشان ترضيه، عشان باباه مره كان تعبان بدل ما يروح مستشفى حكومي قال لها ده بيقولوا لي يعني مراتك مستواها والحكايه والروايه، يعني احنا الحمد لله ماديا احسن شويه الحمد لله رب العالمين، بس ما بنحسسوش بالموضوع ده. طيب. فقالت له انت عايز ايه؟ قال لها محتاج فلوس. قالت له اتفضل، هيتقلع ذهبها من غير ما تقول لي. قالت له خد واعمل اللي انت عايزه وما تضايقش نفسك، ما تشيلش هم حاجه عليا وعليا، تقول له ولا يهمك خد خد خد. فضل يسحب من البنت لحد ما اخد ذهبها كله. ولما طيب بتتكلم عادي هي في حاجه، هي الاب والام لما يقولوا له اخواتك ومهمين وكده، والاخوات مهمين دي ما فيهاش كلام. من الام عشان كانت دايما في بيت عيله وكانت مش كويسه مع اهل جوزها وكانوا دايما في مشاكل معاها، تمام، وجوزها قبل كده طلقها مرتين بسبب اهله، فقالت لاولادها قالت لهم طيب. صراحه مفيش راجل فيكم يعمل مع مراته زي ما اتعمل فيها من ابوكوا زمان. طيب اتقالت يا مدام دعاء. احنا طبعا القصه ليها اكيد ابعاد كتير وكده، خلينا نرد على حضرتك بعد فاصل قصير. ال احنا بنسمع طبعا من جانب واحد، قد يكون في بعد اخر للموضوع، لكن لا تعارض برضو عشان ايه يعني، وهنرد طبعا واسمع مروه السعيدي بعد الفاصل. لا تعارض ابدا بين وجود اخواتي في حياتي وبين مراتي ان هي ليها مكانه. موضوع ان الاخ يقول كلام او يعني يتجاوز حدوده دي اللي يعني لا لازم نقف عندها. بعد الفاصل هنكمل الحوار. والزوجيه بتحصل وعادي جدا، انا ما احبش مش عارفه مين ومين ما يحبنيش ومين ما بلعش يعني منظوري، والكلام ده عادي، واخت الزوج واخو الزوج والكلام ده عادي في كل البيوت. انما بنيجي عند حته وايه ويبان بقى يا هل الاناء ينضح بما فيه ولا لا، بنيجي عند حته ايه انه في ولاد. ففكره انه انا ايه، انا متخانقه مع، انا هتخانق مع مراتي علشان اخواتي ومراتي بتتخانق كده، بس في ابن في النص ده يخرج بره اي حسابات، انه انا اقوم مانع عنها مصاريف او كذا بسبب انا العكايه الكبيره دي مش موضوعنا ولا ايه؟ حقيقي لا، ما هو الفكره ان دايما الاثنين اللي بيتخانقوا زي ما يكون كده، عارفه اللي هي ما تيجي صراع الافيال والعشب هو الضحيه، هو بيتطحن تحتيهم. الاب والام بيتخانقوا عندين على بعض وناسين ان في طرف ثالث، لا اختار حضرتك ولا اختار حضرته. هو جه الدنيا وانتوا الاثنين مسؤولين عنه. حتى لو عمامه فيها عبر الدنيا، دول صله رحمه. قطع انت العمام بس الولاد مش هينفع يقطع هو. طب مثلا في تقديرك اه يعني في تقديرك احنا سمعنا من الام، وطبعا انا متفهمه ان الام طبعا متعاطفه جدا مع بنتها وكده، هي بتقول انه هي لقت تصرفات ملتويه من الاخوات الزوج وطريقه كلام مش مظبوطه، وان هي حاولت تبعد. طيب ان الزوجه تبعد عن اخو الزوج عادي، من حقها بالظبط، هي من حقها زي بمنتهى البساطة، هو مش صلة رحم بالنسبة لها، فبمنتهى البساطة يا جوزي مثلا معلش قابل أخوك بره، ما تخليهوش يجي البيت، تمام، ولا يجي لي بيتي ولا أروح له بيته، ولا عايزة يبقى فيه أخد وعطى بينا، ولو هيجي البيت يجي لك طبعا ده بيتك أهلا وسهلا، بس أنا مش هبقى موجودة. الأم بقى التانية اللي هي حماتها فسرت ده على إن هي بنت مرات ابني عايزة تاخد ابني مني وتقطعه بإخواته، فالموضوع كبر من هنا. لأنه استحالة الأم أو الزوج هيتخيل إن أخويا بيعكس مراتي، يعني دي ما تجيش في دماغ ناس كتير، وممكن جدا يكون الكلام اللي بيتقال نوع من أنواع المجاملة، بس هي مش متعودة على النوع ده من المجاملات، فاهمة قصدي؟ فشافت إن ده كسر للحدود، او يمكن في تجاوز، او واكيد هيبقى في تجاوز. اما انا بقول لك احنا بنحط كل الاحتمالات، بس هي الفكره ان هما بيتقابلوا في سنتر او مكان العمل بالظبط، فمكان العمل ده بعيد عن البيئه بتاعتها او عن المنطقه بتاعتها، ده بيتها، هي بيتها هو هو، فهي يمكن مكان العمل هي عايزه تفضيه من اخواته، ما علشان كده بقول لك. وكان الحل انك ما تروحيش مكان الشغل، مش كل الستات بتروح مكان شغلها، مكان شغل جوزها يا جماعه، يعني خلاص ده شغل، ما تروحيش في بيتك مع ابنك وخلاص، هو اخواته ملتزمين الحدود اللي انت حطاها، ما تتكلمش معاه بالاسلوب ده، ما تجيش البيت واخوك مش موجود وخلاص.
لكن هي الام بقى او الحما تخيلت ان انت عايزه تقطعي ابنها من اهله من اخواته. بس في نفس الوقت كمان ان هو يقوم ما يسالش على ابنه لمده من وهو عنده 4 شهور لغايه ما بقى عنده يعني في سنه كامله ما يعرفش عن ابنه حاجه، ده برضه مش مقبول. ده مش مقبول اطلاقا، وخصوصا لما الرجاله بتستعمل ده نوع من انواع العقاب للست على انها مشيت او اعترضت. كانه بيعق وريني بقى هتعملي ايه، وريني هتصرفي، هترجعي لي، لازم هتحتاجيني. على فكره هي ابنك هو اللي محتاج لك، وانت اللي اخترت الام دي والام دي هي اللي اختارت الاب دي. هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب.